السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم يا الحباب في قناة نجا التجارية لهذا اليوم. ألوغ كما وعدتكم في الفيديو السابق جبت لكم اليوم إحدى من الوصفتين اللي وعدتكم بها. أولا نبدأ بالطرشي ولا خردل تاع السفرجل. ألوغ من قبل راكم تشوفوا هذا الفيديو، هذا المقطع التحفيزي هنايا، راني بديت نوجد يا بنات. هذاك هو بداو تحضيرات شهر رمضان المبارك. هنايا مركز الليمون بالبرتقال، بعد ندير لكم الرابط تاع الفيديو تاعو. هذوك القشور راكم تشوفوا مازال هذيك البروشين فوا، وهذو القشور تاع هذا التفاح اللي راني درتو نوجدت فيه تاني، درت لي بومو سيغو اللي نوجدهم ان شاء الله اللحم الحلو لرمضان لحيانا ربي. رابط الفيديو راح يكون في صندوق الوصف. اوكي، الوصفه تاعنا زوج حبيبات سفرجل، كاس سكر، زوج كيسان ماء، هنا زوج ومن بعد نزيد داكوغ. مغرف كبيره خردل، سي لي غران دو موتارد، زريعه اللفت، فوالا. الى دو بريفيرونس اللي عندكم تكون لي غران هذوك يكونوا بلونش، انا ما لقيتش. الوغ دي كومبريس اي خل، دونك واحد اون دومي واحد ان دومي فير ولا اون دومي ميزور دو فينيغر. الخل البنات جانسيست، ماشي هذاك التتبيل هذاك، ماشي هذاك خل التتبيل. تري بيان، نبداو الوغ ان فير دو سوكر، دو فير دو. Et on commence par faire bouillir notre sirop. Voilà, donc ce corps qu'il a, ou ce qu'il a. On va mettre en gelée. 5 دقائق، هو مو 10 دقائق، الخمس دقائق الاولين نحطو نخليه يغلي 5 دقائق ونروح نوجد هذه زريعة اللفت تاعي ولا الخردل، حبيبات الخردل. هكذا اون كونكاس جوست كونكاسي، ما درسوهش كامل، يعني برك هكذا نفلقوه شويه باش يتلقى لي سافور تاوعو. داكوغ، هاكو تشوفو ليجيرمون فوالا، ونحطوه في هاديك الكموسة ولا هاديك لا كومبريس. فوالا، كاين لي يحطوه ديراكتومون داخل لو سيغو، احنا في عوايدنا نديرو هاد الطريقة يا بنات، وراكم الاختيار باش تجيكم المريقة تجي صافية. فوالا، أني درتو في الكموسة، نحطو هاوليك بعد 5 دقايق من الغليان. نحط لي غران دو موتار تاعي، نحطهم داخل لو سيغو، يزيدو 5 دقايق واحد اخرين. دونك اون تو بور تو تغليو 10 دقايق، 10 مينوت اون تو بور تو. فوالا، شوفو كيفاش اللون بدا يتبدل كي حطينا هادوك لي غران دو موتار. اونتخو تون نوجد نقشر السفرجل تاعي. دونك اون ايبلوش نو كوان، سي ان بو دور بصح روحو معاه غير بالعقل. تري بيان، هادي طريقة يعني نوريها للبنات اللي ما يعرفوش. والفكرة انه تاني راح نستغل القشور تاع السفرجل اللي بيبان تاعو، هاديك القلب تاعو ما نرميوهش، لانه منو راح ندير لكم الوصفة الجاية كي هو كي تاع التفاح هادوك اللي راني مخليتهم جهة. داكوغ، اون جات ريان، دونك اون سيترون هنا لي كوان تاعنا. لازم البنات، لازم السفرجل يتحك، كو سوا ديروه معجون كو سوا ديروه هاد الطريقة، لازم يتحك غابيدمون بالقارص. فوالا، راكو تشوفو القلب تاعو ما نرميش، راني نطب فيه كامل في هداك الوين لهيه، هاديك لابتيت بواط، كي هو كي القشور، هاديك العلفة كامل نطمها. فوالا، وهذاك الماء اللي سيتروني، دونك الماء والقارص باش ما يكحرش السفرجل ديالنا. فوالا، هذه هي الفكره. هنا راني نقي، انا كنت حبت بون، تحبوا تقطعوا على 4، تحبوا ديروا على 8، اون جينيرال كيما راني ندير هكذايا، افو لو شوا. دونك كوبي اون 4 او اون 8، دونك افو لو شوا. الوغ هذاك لو سيرو البنات، جانسيست سي ان سيرو خفيف، سي ليجي، ما يجيش عقد، داكوغ، يجي فريمون خفيف. هالوك، الوغ عفوا، الوغ القشور هامليك، طميت كامل بعد ما كنت ديجا تاع التفاح، راني زدت لهم تاع السفرجل. فوالا، تري بيان، توجور سيتروني، دايما بالقارص. هاوليك باش ما يكحلوش القشور، كسو سوا ديروهم سوغ لو شون ولا ديرو، انا درتهم من بعد شويه.
فوالا هاوليك جا زوقيت هنا ميم با 5 مينوت باسكو وعلاه مازال ما زدتش الخل. الخل ما حبيتش نديرو في الاول يا بنات باش بور كي نو سيفابور با باش ما يطايرش باش ما كي يغلي الخل على بالكم ينقص تروح الريحه تاعو ايتو. دونك نص كيلو خل كاين اللي يديروا حتى الكيلو خل اللي يحبوا فريمون ريحه الخل تكون لو غو تاع الخل بزاف برونونسي. انا كنت جربتها ديجا سيتي ان بو ترو بور موا. دونك هذه هي تقدروا ديروا ربع مغارف كبار طبعا ولا هكذا نص كيلو نص كاس طبعا سا ديبون الكميه تاع السفرجل تاعكم. فوالا ودوك نزيد ونحط حبيبات تاع السفرجل تاعي يغليو. البنات هذه الطريقه كاين اللي يفوروا السفرجل 10 دقائق ويزيدوا يطيبوه 10 دقائق ولا ما درتو كيما انا غليوه 20 دقيقه. سو كي بريفير فير كوير على فابور لي كوين تاعهم بوندون 10 مينوت اي لي مي دون لا صوص بوندون 10 مينوت. Moi, j'ai fait bouillir carrément 20 minutes. Voilà. Haoulik le sirop, très léger, la coche fois près exactement 20 minutes. Je ne sais pas si c'est plus ou moins. C'est ce qui est. Haoulik le sirop, c'est ce qui est. Le khab de l'yabanat. Il est mis, je vous déjà, il est mis en Ramadan, il est mis en Yamat, هكذايا شعبان يتحط في لي في في بوكو يتحط في البلاره تاع الزجاج يتخبى عولا رمضان يحطوه في وسط الطوابل يديروه في فطور العروسه تانيك بزاف يحطوه في فطور العروسه زمان كسوا هذا كسوا العنب كسوا راني جو فوزي ديجا اكسبيكي تو سا دون لا فيديو تاع العام اللي فات. فوالا هذا هو الخردل ان شاء الله تجربوه وتعجبكم الوصفه. يلا ما تنسوش لي ميور شوز سون توجور لي بلو سامبل ومعا للمحافظة على التقاليد وسلام الله عليكم.